تختتم اليوم فعاليات الدورة 51 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، والذي يعد واحدا من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات. لمحة حول أبرز ما قدمه المعرض في هذا التقرير. من منا لا ينتظر هذه الرحلة المميزة؟ رحلة في عالم المجوهرات العالمية بسحرها المبهر المليء بتلألؤ الألماس وببريق الذهب وجمال الساعات الثمينة، وبالطبع العروض الحصرية لأحدث التصاميم المقدمة خصيصاً في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي يحظى بمشاركة أكثر من 500 عارض محلي وعالمي ونخبة من صناع القرار في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، حيث تسجل الدورة الحالية مشاركات دولية متنوعة من كوريا الجنوبية وروسيا وسويسرا. كما يتميز الحدث الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 30,000 متر مربع بوجود أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة وتصميم المجوهرات، ومن ضمنها دولة الإمارات عبر منصة صاغة الإماراتيين، والهند الجامعة في جناحها أكثر من 60 شركة، بجانب إيطاليا المحتضنة 35 شركة، وهونغ كونغ المقدمة تصاميم لـ30 شركة. نحن ابتدينا هذه المنصة بمجموعة من الإماراتيين عددهم ما يقارب 6، ولله الحمد الحين كبرت هذه المنصة وصرنا الحين 224 عضو فيها في هذه المنصة. ما يميز هذه الدورة المنصة صاغة الإماراتيين للذهب بأن نحن كان مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم مهتمين في صاغة وتصميم الذهب. هذا العام احنا مشاركين تقريبا بأكثر من 700 كيلو من الذهب وأكثر من 60 قطعة مجوهرات فخمة وراقية. طبعا التوقيت المعرض هذه السنة كان جدا ممتاز، احنا عندنا جايين على عيد الأم في تاريخ 21 وكمان رمضان والعيد. إنها المرة الأولى التي نشارك فيها في معرض المجوهرات في الشارقة. لدينا توقعات عالية للقاء العالم العربي في هذه الفرصة. بريق لأحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والألماس والذهب والأحجار الكريمة، هذا ما يقدمه معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والممتد حتى 12 من مارس الجاري. لأخبار الدار، لمياء المازمي من إكسبو الشارقة.